كتير بتوجه بالشكر لمركز كفاءات سواء الإدارة وبخص بالذكر أكيد الأستاذ معتصم. أنا بشجع الجميع أنه يجي يسجل في مركز كفاءات. بشكر كفاءات. بوصي أنا الناس المتعلمين وغير المتعلمين أنهم يجوا يسجلوا بكفاءات لأنها بتساعد الطلاب وغير الطلاب في كيفية التواصل مع الناس وبأسلوب لبق وحلو. أنا بنصح كل طالب سواء كانت جامعة أو ثانوي أو خريج أنه يلتحق بهذه الدورة لأنها بتفيده. بالفعل نحن التمسنا أن شعار مركز كفاءات أن كفاءات تدريبنا غير. استفدت كثير طبعا. هي مركز كفاءات تدريبنا غير وجد كثير متميزة في التعامل في الأداء في الاستقبال حتى. أعزائي المشاهدين سنبدأ مشوارنا في رحلة ثانية هي رحلة كفاءات للتدريب والاستشارات تدريبنا غير، دورات متقدمة ومتميزة، دورات الصحافي الصغير، دورات تقوية الإنجليزي المبتدئ والمتقدم، اللغة الفرنسية، وبالإضافة إلى العديد من الدورات المتقدمة مع كفاءات تدريبنا غير. العنوان: الفرع الأول مجمع تاج التجاري الطابق الثالث، والفرع الثاني مجمع أبو صفية طبعا فوق الاتصالات الفلسطينية. أعزائي المشاهدين تابعونا في هذه الأمسية الرائعة جدا مع هذه الأجواء الكرمية الرمضانية الجميلة. نتابع وياكم اربح مع كفاءات تدريبنا غير. من وراء الكاميرا برا عمر ومنتصر العناني. كفاءات تدريبنا غير. إذن أعزائي المشاهدين نستكمل مشوارنا في هذه الأمسية الرائعة جدا بصحبة كفاءات للتدريب والاستشارات تدريبنا غير. طبعا مجمع التاج التجاري الفرع الأول الطابق الثالث، والفرع الثاني تم افتتاحه في مجمع أبو صفية فوق الاتصالات الفلسطيني لصاحبه معتصم إبدير. دورات متقدمة ومتميزة، اربح مع كفاءات تدريبنا غير. مساء الخير. مساء النور. تعرفين حالك؟ كفاية تيم. من وين؟ من زيتة. من زيتة، أهلا وسهلا فيك يا كفاية. كفاية سمعت في كفاءة تدريبنا غير للدورات المتميزة في مجمع التاج التجاري هون. طيب كفاية في عندنا سؤال بتجاوب عليه بتاخذ الجائزة، ممكن يطلع لك 50 شيكل أو خصم على دورة تدريبية من كفاءة التدريب. جاهزة؟ أنت وحظك. طيب 50 شيكل أول. طبعا هنا بس جواب واحد أعطي، يعني خيار واحد فيش أكثر من هيك. في خيارات لا هذا يعني بدك تحكي هاي الجملة أو الثانية وبس، يعني جواب واحد. اسمع: رأيت الوحشة فاختفيت، رأيت الوحشة فاستخفيت، أني اللي أصح؟ رأيت الوحشة فاختفيت أم رأيت الوحشة فاستخفيت؟ فاستخفيت. فاستخفيت إجابة صحيحة. ودائما مع كفاءات تدريبنا غير. افتح الظرف يلا نشوف هي وحظها مع كفاءات تدريبنا غير. يلا اي كرت مبين. طيب شكل بالكرت؟ لا كرت قسم. لا هون كوبون قسم على 50 شكل على دوره تدريبيه من كفاءات تدريبنا غير. شو تقول لهم؟ شكرا لكم، يعطيكم العافيه، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. اذا مع كفاءات تدريبنا غير. تعال تعال. مساء الخير. مساء النور. شو اسمك؟ مصعب. تعال وليش تمشي، خليك معي. مصعب. من وين يا مصعب؟ مخيم طول كرم. مخيم طول كرم. طيب مع مصعب سمعت كفاءات تدريبنا غير؟ ما سمعت فيه. طيب شو رايك في المركز؟ منيح، ممتاز جدا، بعطي دورات متقدمه وشهادته شهاداته معترف بها دوليا ومحليا كمان ومصدقه من وزاره التربيه والتعليم العالي. طيب يا مصعب اعطيك سؤال سهل ولا صعب؟ سهل. سجل طيب. ايش هي؟ طيب ليه زعلان مني؟ سمعني يلا. طيب زعلان مني، احنا مناش حد يزعل منا. طيب مع كفاءات تدريبنا غير يا شو اسمك قلت لي؟ مصعب. مصعب والله كأنه سؤال صعب على اسمك، بس مع انه سؤال سهل. ما اعلى مدينة في فلسطين؟ اعلى مدينة نابلس. القدس. اللي بيحكي لحاله بجاوب عليها انا بعيد بتروح عليه، يعني حتى لو جاب مش راح يعطيك جايزة. القدس. 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 لا خليل تصر. القدس. لا أريحة. سامس بكل بيحكي لي أريحة. أريحة أخفض منطقة في العالم. طيب ايش رام الله؟ لا خليل. جنين. 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 نابلس. لا لا الصين. لا طيب 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 السؤال لا 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 ولا جواب صح ولا جواب صح. طيب ايش تقول كلمة عالية ما يساحلي؟ طيب
طيب أعزائي المشاهدين من عيد كمان مرة خلينا أحكي كمان مرة منقول سؤال أعلى منطقة إحنا من كل إيش يا جماعة الخير طيب أحكي ولا ما أنت تحكي عني خذ أحكي لا طيب أنا بحكي كلمة واحدة وسهلة جدا أنا لا أقول لما أقول يعني أعلى منطقة فلسطين إحنا في مدن عنا إلنا موجودة كل فلسطين إلنا في جوا فلسطين مش شرط الضفة الغربية وغزة لا إيش حيفا لا جبل الشيخ جبل الشيخ لا يافا أنو فرسابة لا جبال الكرمل السعودية لا كسارية كسارية قرب قرب الفرديس إيش الخضيرة تل الربيع تل الربيع خليل ولا جولان إيش من كل فلسطين بكل بسوريا من كل فلسطين أعلى مدينة طب شوي اسمع أعلى مدينة في فلسطين تعال هاي الكابتن اللي بيستاهل انه ياخذ جائزه اعلى مدينه فلسطين مين صفد صفد صف تعال تعال افتح الجائزه افتح الجائزه شوي عمو 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 لورا لورا افتح الجائزه اعلى مدينه في فلسطين صفد صح كوبون الكوبون كوبون هون هذا هذا كوبون هون ايوه كوبون خصم على دوره تدريبيه بقيمه 50 شيكل من كفاءات تدريب من غير شو كلهم من كلهم شكرا لكم كثير و... وكل عام وانتم بخير شكرا لك كل عام وانتم بخير كفاءات تدريب نغير نتواصل معكم أعزائي المشاهدين في هذه الأمسيات الرمضانية وبصحبة كفاءات للتدريب والاستشارات تدريبنا غير الفرع الأول طبعا مجمع التاج التجاري الطابق الثالث والفرع الثاني مجمع الاتصالات أو فوق الاتصالات الفلسطينية عمارة أبو صفية مساء الخير مساء الوردي هلا عرفنا على حالك حمزة الهندي حمزة شو أنت بتدرس ولا شو بتعمل طالب جامعي والله طالب جامعي شو بتدرس محاسب بالأردن طب همك الدورات المتقدمة والمميزة دورات حماية الحماية حماية الشبكة الإلكترونية دورات الاتصال والتواصل شغلات مميزة طبعا 100% أكيد سمعت في كمان تدريب نغيرة نعم طيب في عنا حزيرة أو سؤال إذا جاوبت عليه بتربع 50 شيكل كاش أو خصم على دورة تدريبية ولا يهمك ماشي تفضل. طيب السؤال بيقول طيب أي الأصابع في اليد الأكثر حساسية عن غيره أي الأصابع في اليد أكثر حساسية عن غيره كل واحد يطلع على أصابعه وشوف يلا عشان تأخذ جائزة شو طبعا أنا بدي طلع بعطيك إجابتين لأنه ما بتقدر تعطيني كل الأصابع يلا يا حبيبي الخنصر أعتقد أنا بعتقد الخنصر طيب هاي واحدة غلط الخنصر غلط غلط إحنا بنقول الأصابع أي الأصابع في اليد الأكثر حساسية لحظة شو بحكي معك عندي خيار ثاني خيار ثاني ضايل الخيار معك السبابة السبابة صح هيك صح أي الأصابع في اليد الأكثر حساسية هو إصبع السبابة وإجابة صحيحة افتح مكتوبك يا 50 شيكل يا خصم على دورة تدريبية أكيد خصم معك إن شاء الله يكون الكاش يا خصم يا رب لا هنا افتح هاي عشان تأخذ هاي هي اللي بتبين عليها يلا يا حمزة الهندي خصم على خمسة على دورة تدريبية بقيمة 50 شيكل من كفاءات تدريبنا غير شكرا كثير يا عمي وإن شاء الله للأمام وبنصح كل شاب يعني عنده فكر أو عنده مثلا حابب يتدرب بزيادة بعد تعليمه إنه يروح على كفاءات وإن شاء الله كل التوفيق للجميع يا رب شكرا لك كل عام وانت بخير كفاءات تدريبنا غير إذا نبقى مع كفاءات تدريبنا غير للتدريب والاستشارات دورات متقدمة وعالمية مميزة مساء الخير مساء النور تعرفين حالك أنا أنفادي أنفادي كيفك أنفادي الحمد لله كيف أجواء رمضان معك الحمد لله الحمد لله دائما بحضر الكل بحضر للعيد يا كفاءات تدريبنا غير طيب فادي في عنا حزيرة إذا بتجاوبه ممكن يطلع لك 50 شيكل كاش أو خصم على دورة تدريبية ماشي يا فادي اسمع سؤال سهل إذا بتتابع تلفزيوننا سؤال سهل إذا بتتابع تلفزيوننا برا بعرفش عن هذا السؤال اسمع من هو الذي يقدم الدرس الديني في تلفزيون الفجر الجديد قبيل أذان المغرب أبو صهيب أبو صهيب لا مش أبو صهيب الشيخ محمود الحصري الشيخ محمود الحصري مظبوط صح محمود الحصري مش محمود الحصري يلا لا
لا مش محمود الحصري. لا هو محمود بس مش حصري. يلا يلا كمان مرة. من هو الذي يقدم الدرس الديني في تلفزيون الفجر؟ ايش اسمه؟ الشيخ محمود. محمود ايش؟ محمود يا ابو صعب. مورا نعطي الجائزة. محمود محمود ابو صهيب. لا مش ابو صهيب. سوري ايش؟ محمود الحصري. لا محمود اللي شو اسمه؟ الحاج. الحاج حجار. الحجار حصري ولا حجار؟ حجار. حجار. الحجار. الحجار. طيب مش لك هي الافلح منك. هي تفتح الظريف افتحيه. ما لك ولا مش انت؟ يلا يلا يا فندم افتح هاي. خليك من كباشي فادي. هاي اخر واحدة. عندك اخر واحدة هاي. طيب كوبون خصم على دورة تدريبية بقيمة 50 شيكل. شكرا لك بهذا التدريب. شكرا جزيلا. كل عام وانت بخير. كفاءات تدريبنا غير. أعزائي المشاهدين آخر سؤال وآخر مرحلة في هذه الجولة مع كفاءة التدريب والاستشارات تدريبنا غير. إحنا قريبين هنا هي مجمع التاج الطابق الثالث. سمعت عن كفاءة؟ سمعت عنها. شو رأيك كفاءة؟ أحسن برنامج تدريبي هذا. أحسن برنامج تدريبي للدورات الاتصال والتواصل حماية الشبكات الإلكترونية دورة الصحفي المتميز والصغير والإعلام كله فقط متميز عند مين؟ كفاءة التدريب والاستشارات. طيب عرفنا على حالك على الشاشة. عادل أبو طاحون أبو يعقوب. عادل أبو طاحون أبو يعقوب. السؤال سهل. سهل. أبو البشر من هو؟ آدم. آدم. أنو اللي مخرب الدنيا غير آدم؟ حواء. حواء. وآدم كمان. وآدم. آدم. طيب. طيب يا سيدي. هاي مع كفاءة تدريبنا غير افتح الصرف. يلا. أبو يعقوب إله 50 شيكل. يلا آخر واحدة. يلا. شوف. ها. فلت. شو مكتوب هون؟ كفاءة. 50 شيكل كاش. كاش. بكرة بتسلم من كفاءة للتدريب والاستشارة. شو بتقول له؟ بارك الله فيه الله يقويه. كل عام وانت بخير. مبروك. إذا أعزائي المشاهدين بالخمسين شيكل كاش من كفاءة تدريبنا غير لأبو يعقوب آخر مشارك معنا في هذه الأمسية. نكتفي بهذه الحلقة المتميزة مع كفاءة تدريبنا غير. لا تنسوا العنوان لطلاب المدارس وطلاب الجامعات. كفاءة تدريبنا غير مجمع التاج التجاري الطابق الثالث، والفرع الثاني مجمع الاتصال أبو صفية فوق الاتصالات الفلسطينية. إلى أن نلتقي وإياكم غدا إن شاء الله مع برنامج آخر من برامج اربح مع كفاءة التدريب والاستشارات. هذه تحية براء عمر من وراء الكاميرا ومنتصر على عناني. اسمعونا على خير. كتير بتوجه بالشكر لمركز كفاءات سواء الإدارة وبخص بذكر أكيد الأستاذ معتصم. أنا بشجع الجميع أنه يجي يسجل في مركز كفاءات. بشكر كفاءات. بوصي أنا الناس المتعلمين وغير المتعلمين أنهم يجوا يسجلوا الكفاءات لأنها بتساعد الطلاب وغير الطلاب في كيفية التواصل مع الناس وبأسلوب لبق وحلو. أنا بنصح كل طالب سواء كانت جامعة أو ثانوي أو خريج أنه يلتحق بهذه الدورة لأنها بتفيده. بالفعل نحن التمسنا أن شعار مركز كفاءات أن كفاءات تدريبنا غير. استفدت كثير طبعا. هي مركز كفاءات تدريبنا غير وجد كثير متميزة في التعامل في الأداء في الاستقبال حتى.